اتفضلوا اقعد. احنا اولاد النهارده بنعمه ربنا هندعبس مع بعض في السر اللي خلى الكنيسه عايشه وحيه رغم كل الظروف، واللي خلى الايمان المسيحي ينتشر في كل حته في الدنيا، واللي خلى الشيطان يترعب من ولاد ربنا، واللي خلى كل واحد فينا مهما وقع بسهولة جدا يقدر يقوم. النهاردة هنتكلم عن سر بيسموه الأباء سر الأسرار، السر الشخصي جدا اللي أصبح فيه سرية علاقتي بالله بقت يعني ملهاش أول ولا آخر. بدون مقدمات، كان في سؤال النهاردة احنا سألناه، عمانوئيل فين في وسطنا؟ بس طلعت مش في وسطنا، يعني حوالينا او جنبينا على جنب كده وبتاع وانا في النص، لا، طلع ان هو جوايا. ليه؟ لان السر النهاردة اللي هنتكلم عليه سر افخارستية، وسر افخارستية ده انا مش باخد جسد المسيح حطه جنبي، انا بحطه فين؟ جوايا. فاصبح المسيح فين؟ انا مش بتكلم على حتة قربانة خالص، انا بتكلم على المسيح شخصا، اللاهوت المتحد بالناسوت، صح؟ خلي بالكم كلنا بنشهد بكده، ابونا يقف يقول اؤمن اؤمن اؤمن، ها، ان لاهوته ايه؟ لم يفارق. حد يعرف يكمل لحظة واحدة ولا طرفة عين؟ صح. ويتكلم عن الجسد اللي في الصينية، يقول هذا هو الجسد الذي اخذه ابنك الحبيب ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح من مين؟ من سيداتنا والدة الله القديسة العذراء مريم، صح؟ ويتكلم عن الجسد اللي فيه نزل في المزود، وهو ده اللي احنا بناكله. وايه بقى؟ ويرد الشماس يقول له ايه؟ ها؟ يقول له ماشي يا ابونا، ولا يقول له ايه؟ هو كمان يقول نفس اللي قاله ابونا، يقول اؤمن 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 واعترف الى النفس الاخير، صح؟ زي بالظبط اللي قاله ابونا، ولكن بصيغه الخدام. ابونا بيقوله بصيغه الاب المندوب الشفيع، والخدام بيقولوه بصيغه الشماس. النهارده بنعمه ربنا، ربنا يدينا نعمه ويتكلم في اذان ودنا وقلوبنا. هو شباب القداس اتكلمنا عنه المره اللي فاتت من ناحيه الاستعداد، صح كده؟ ابونا كراز جه واتكلم عن ازاي ابتدي احضر نفسي، وطبعا الكلام كان بعديه تسبيحة. خدنا بالنا ان تسبيحة نص الليل دي حاجة ثابتة في الكنيسة، كل ليلة بالليل لازم يبقى فيه تسبيحة، طالما في قداس يبقى فيه تسبيحة، طالما في قداس يبقى فيه تسبيحة. اتاري اتاري القداس مش بيبتدي الصبح، امال بيبتدي امتى؟ بالليل ولا نص الليل؟ صح، نص الليل، لا عشية. برافو امير فاهم، معلش اسكت شوية. أتاري القداس بيبتدي من قبلها بليلة على المغرب، العشية. إيه بقى اللي بيحصل؟ حتة من القداس بصليها من قبلها بليلة عشان أتحضر، عشان أتحضر، عشان أخلي قلبي يسخن. تخيلوا أولاد، في طيارة فيها ركاب ضخمة جدا، جامبو بوينج أي حاجة ضخمة جدا، وعايزة تطلع على يعني تطير بقى. حد دلوقتي ما اخترعوش طياره بتطير كده غير الطيارات الحربيه، صح؟ الهليكوبتر والاف مش عارف كام دي هي اللي بتطلع راسي كده. لكن الطياره العاديه عشان تطلع بتعمل ايه؟ لازم تجري شويه، صح؟ وتجري تجري 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 لحد ما برضه لازم على اخر الران واي بشويه كده الراجل يبص على السرعه، وصلت للليمت المظبوط يبتدي يطلع. طب لو ما وصلتش لما يعمل ايه؟ مش هتطير، هيجي يطير، هيطلع شوية هوب ينزل، ولكن النزول هيكون مضر فهبوظ الدنيا والناس تموت. فعشان كده اللي عايز يوصل للسماء في رحلة لازم يبقى قلبه سخن، وإلا الرحلة مش هتتم. خدتوا بالكم؟ الرانوي بتاعنا هو العشية والتسبيحة، هو الاستعداد اللي اتكلم عليه أبونا كراس المرة اللي فاتت. المفروض ان احنا النهاردة نتكلم والطيارة فوق بقى،
احنا المفروض النهاردة نتكلم، بس لو فيش مانع ان احنا ننزل ونطلع يعني عادي، يعني احنا البيت بيتك. المفروض ان انا قلبي النهاردة اولادي يكون متحضر لبكرة في القداس باستعدادات كده تليق بالقداس. زي بالظبط عندي مقابلة انترفيو في شركة انترناشنال، بعتوا لي قالوا لي يلا عندك الانترفيو بتاعك بكرة الصبح. لو الشركة كبيرة قوي وحلوة وعظيمة وجميلة هعمل ايه؟ ظبط القيافة، سيبكم من دقني، ها احلق دقني وبتاع، هو بدلة وشراب وبتاع ما في، وبارفان برضو ما فيش مشاكل، سرح شعري، روح للحلاق، ظبط نفسي، ده كده خارجين. طب داخلين بقى اقرا كتير واذاكر واشوف ايه القصة، مش بس كده احضر سي في وادخل في الميعاد، ولازم اكون صاحي مش واكل فول ببصل وبتاع وداخل على الراجل، يعني كل حاجه متحضره، يعني حتى الاكل بتاعي لازم يكون، يعني ما ادخلش قدام الراجل مثلا بمضغ لبانه ولا حاجه، عيب الراجل يقول لي ايه ده انت جاي النهارده تلعب ولا ايه. كل ده عشان مجرد انترفيو، يا اتقبلت ما اتقبلتش. النهارده بقى اتحضر لمقابله رب المجد يسوع ازاي؟ موضوع كبير، وبصراحة منه كبير، المفروض احنا ما نعملوش، يعني اصل اكبر مننا، لكن ربنا قال لي تعالى حبيبي في طريقة جميلة جدا، تعالى اقعد في وسط الكنيسة وقول لي بس كده عايز اقابلك يا رب. بس صدقوني كل واحد يدخل من الكنيسة يقول له يا رب عايز اقابلك، عايز اخدك جوايا، ربنا يقول له حاضر اعلمك. الدفس في وسط الكنيسة هم هياخدوك في المطلع ويركبوك الطيارة وتطلع بيهم. ايه اللي بيحصل؟ تلاقي واحنا داخلين من على باب الكنيسه اولاد ندخل في الاول سجود، صح كده؟ اما انا، الايه بتقول كده، اما انا فبكسره رحمتك. حد يعرف الباقي؟ ما تقولش امير. ايوه في هنا، ايوه ادخل بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. عشان كده اولاد تلاقي الناس الاتقيه يعملوا ايه؟ مش يمشي بقى يكحت كده وداخل باشا والتليفون مرفوع كده والكوع عند زوره، لا خالص، يدخل بخوف ورعده، يدخل بخشيه وبمخافه، مش قصدي رعب، لكن مخافه الله مش رعب، مخافه الله فيها بهاء. مره شفت احد الاساقفه يا اولاد داخل في الكنيسه في منظر بصراحه يعني حسني كده ان انا ما دخلتش الكنيسه لسه، انا كنت قاعد قدام مستنيين الاسقف، واخدين بالكم بقى؟ طبعا الشمامسه بيحضروا والكهنه بتحضروا، الاسقف داخل وكزمرقوط وحاجات زي كده. الاسقف ده مش عايز اقول اسمه، الاسقف ده وهو داخل يا اولاد داخل كما لو كان هو، انا مش عايز اقول خايف، بس انا عايز اقول عنده مهابه كبيره قوي من الكنيسه. الكنيسه فاضيه عامه، ما كانش لسه حد جه، هو جاي بدري قوي، لكن داخل في مهابه، داخل كده زي ما يكون بيتقدم بهدوء وبخشة كده، كأنه داخل بيرجف قدام الكنيسة. دخل كل الناس يا سيدنا وبتاع، ما فيش، هو دخل على فين؟ على الهيكل، على باب الهيكل سجد، وحسستي ان انا عمري ما سجدت برضه عادي. وبعد كده اكتشفت ان هو متأهب، أتاري هو طلع الرنوي، يعني هو آخر وابتدى الطيارة، وأنا هنا لسه بقول كزمة رؤته وبتاع، هو الراجل مصلي من بدري ولا سمعنا ولا سمع أي حاجة، داخل قبل المسيح مش حاسس بأي حد. دخلت الكنيسة أولاد مش من الباب، دخلت الكنيسة من البيت، تدخل الكنيسة من بيتكم، بمعنى وأنا جوه البيت بصلي بقول له يا رب خد من قلبي كل حاجة بايخة، الطيارة عمرها ما تطير بالأوفرلود، الوزن التقيل بتاعها ما ينفعش، مش هتطلع، الطيارة ليها وزن ما ينفعش تزيد عنه، هتطب، ما ينفعش أروح عندك ولسه متمسك بكل حاجتي وكل شهواتي وكل ممتلكاتي وعايز أطلع، مش هينفع. من بالليل أحضر نفسي وأقوله كده، من بالليل هقول له يا رب انا عندي مقابله معاك مش عايزه تفوت. اللي يدخل من الكنيسه اولاد بدري بدري صدقوني بيحس ببعض المشاعر كده، جربوها انتوا في القداس الجاي، تعالى الكنيسه بدري قوي،
بقى مش هتكلم على ان انت تيجي عند الاخر وقت وتاخد حل من ابونا، الكلام ده مش هيطلع الطياره لفوق بصراحه. كانك دخلت ولقيت الطياره طارت، دخلت المطار وللاسف لقيت الطياره طارت، ورجعت البيت قالوا لك كنت فين؟ قلت لهم انا رحت المطار. رحت المطار، طب الحمد لله، الحمد لله على السلام. لكن انت حاسس جواك ان ايه؟ لا انا ما طرتش للاسف، رحت زي ما جيت. لا، تعال بدري عشان تخلي قلبك يطلع لفوق. الكنيسه بقى بتفضل تحضر حاجات كتير خالص وانت داخل كده، توريك شويه حاجات، توريك الدسين سبقوك في الطياره، وتفضل تبص على الايقونات وانت داخل في وسطهم، تقول انا مين انا عشان ادخل في وسطهم؟ هو انا اطول اقف جنب انبا انطونيوس مثلا؟ انا طول اقف قدام رئيس الملائكه ميخائيل؟ ده انا ابص في الارض، هو انا ابص لفوق؟ طب ايه رايكم في مثل في المسيح قالوا الاثنين دخلوا بيت ربنا، واحد ايوه الفريسي والعشار. الفريسي حاسس ان هو شاطر، العشار حاسس ان هو ايه؟ خاطئ. طبيعي العشار شغلته كلها نصب، فطبيعي ان هو خاطئ، والفريسي كل شغلته تدين، شكله كويس. لكن الغلط اللي مش كويس اللي خلى الفريسي عمره ما يوصل في العلاقة مع الله الى الطيران، انه حاسس انه شاطر، فوقف يقول له يا رب اشكرك اني لست مثل باقي الناس. انما العشار عمل ايه؟ حي ما دخلش، وقف من ورا خالص، ولم يشأ ان يرفع نظره الى السماء، وقعد يقرع في صدره ويخبط يقول له يا رب ارحمني، انا ايه؟ انا الخاطي. ودي الحكاية، لما اقول له ارحمني انا الخاطي كده ابتديت القداس. لما اقول له ارحمني انا الخاطي كده ابتديت القداس. جبت الحتة دي منين يا اولاد؟ اول حاجة ابونا بيقولها هو بيفتح الستر، يا هادي يلا هنصلي القداس. عارفين بيقول ايه؟ يفتح الستر كده، هو بيقول إليسوني ماس أوسي أوسو باتيرو باندوكراتور. دي كلمة أو جملة يوناني معناها ارحمنا يا الله الآب ضبط الكل، ارحمنا. نفس الكلمة اللي قالها العشار بدري لما قال له اللهم ارحمني أنا الخاطئ. ويفضل كلمة ارحمنا دي في أفواه أبونا والشمامسة والشعب طول القداس، طول القداس. وإيه بقى؟ وإيش يرحمنا سيارة، وإيش يرحمنا طويلة، وبالقبطي وباليوناني وبالعربي في ألحان طويلة قوي على كريالايسون دي يا أولاد، لا يكاد يخلو لحن واحد من كلمة كريالايسون أو يا رب وارحم. اللي بيدخل قدام ربنا بانسحاق قلبه وطلب رحمة هو اللي يقدر يقابل المسيح في الإفخارستية. كل ده أنا لسه ما ابتديتش في القداس. طلب الرحمة يا أولاد مش بالبق بس، مش لبانة، مش تعبيرات بلاغية إطلاقا، مش تظاهر، لا يا حبيبي، بانسحاق قلب. طلب الرحمة معناه أن أنا عارف أن أنا غلطان وما استاهلش يا رب أقف قدامك. أبونا بيدخل في الهيكل، والهيكل الحقيقة بيكون شكله شكل أبونا. ايه؟ مظلم الهيكل، مش منور. يبتدي ابونا ينور ويولع الشمعدانات ويقف هنا بخشوع، يسجد وبعد كده يلف للشعب يقول لهم انا اسف اخطيت، حلوني، اخطيت سامحوني، اياك يكون حد زعلان مني. ليه؟ لحسن انا اكتر واحد مدان فيكم، لان يمكن الشعب بيعمل كل الخطايا بجهل مش عارف، لكن ابونا نفسه اكتر واحد المفروض يكون عارف، فهو اكتر واحد مدان، فاهمين؟ ويقف يطلب الرحمه من ربنا والغفران من البشر، ويقف قدام ربنا يقول له اول حاجه ايه؟ اشكرك، فلنشكر صانع الخيرات. ويتكلم ابونا مع ربنا كتير خالص. في نوعين يا اولاد من الصلوات، في صلوات بتتقال جهرا في الميكروفون قدام الناس، وفي صلوات تانية يسموها ايه؟ صلوات سرية. ايه الصلوات السرية دي يعني؟
ايه حته مخابرات كده. لا الحقيقه كل الصلوات السريه مكتوبه في الخلاجي، انت لو فتحت الابليكيشن عندك على الموبايل تلاقي الصلوات السريه دي مش سريه ولا حاجه اصلا. امال ليه اسمها سريه؟ كان ابونا بيقولها في ودن ربنا بيني وبينه سرا، زي ما انت تيجي قدام الناس كلها بتصلي اجبيه لكن بينك وبين ربنا تقول له كلام تاني كده على جنب. طب ليه الكلام التاني على جنب؟ لان معظم الصلوات السريه فيها طلب توبه لابونا نفسه وطلب توبه للناس. فعشان الفضايح معلش ما حدش يقول لك ابونا ده عامل ومساوي، انا اقف قدام ابونا ارزع كل خطاياي واقول له يا رب انا وحش اعمل ايه؟ تقبلني؟ عشان خاطرهم، مش عشان بس استحق، انا مش مستحق ده، عشان ايه؟ عشان خاطرهم. ومن فضلك يا رب لبسني زي ما المذبح هيلبس. يقف ابونا يقول له كده لبسني زي ما المذبح ايه هيلبس. هو المذبح بيلبس؟ ما احنا قلنا في الاول المذبح ايه؟ مظلم. المذبح ما ينفعش يدخل يستعد لاستقبال المسيح هو مظلم، لازم يلبس ابيض. عشان كده ابونا بيجيب لفايف يا اولاد، ودي واحده من اللفايف كلها ايه؟ ابيض وعليها صليب، ويلبس المذبح. وبعد ما يلبس المذبح يبتدي يقول له يا رب ممكن انا كمان؟ يقول له لا مش ممكن انا بس، ممكن الشمامسه كمان ينفع؟ اللي حاضر حبيبي. ويرشم باسم الاب والابن والروح القدس ويلبسهم التوني، وهو يقف بخشوع يقول له اعظمك يا رب لانك نشلتني او احتضنتني ولم تشمت بي اعدائي. مين هم اعدائي؟ الشيطان اللي جاي عايزني ملبس ابيض، عايزني اموت في خطيتي. اشكرك لانك لبستني عشان تدخلني قدام مجدك عشان اخد من جسدك ومن دمك. القصه الطويله الرمزيه دي يا اولاد بتطلعني فوق في الطياره لفوق بقى. انا هدخل هنط حته طويله شويه وهدخل على القداس اللي بيسموه قداس المؤمنين. قداس المؤمنين اتاري في قداس اللي هو الجزء الاولاني اللي قلنا عليه رفع البخور بتاع عشيه وباكر. رفع البخور بتاع عشيه ده قبلها بليله، باكر ده الصبح بدري. النص الثاني او الثلث الثاني هو قداس الكلمه اللي فيه وعظه، تلاقي وعظه عن البولس، وعظه عن الكاثوليكون اللي هي رسائل الجامعه، وعظه عن الابراكسيس اللي هو اعمال الرسل، وعظه اخيره من الانجيل. بالمناسبه مين اللي بيقرا الانجيل عاده؟ الشماس صح كده؟ بس ساعات برضو مين تاني يقرا؟ ابونا صح؟ حد بيشوف اباء تقرا الانجيل؟ طيب حد شاف اساقفه بتقرا الانجيل؟ طيب حد شاف بطرك بيقرا الانجيل؟ طيب لو البطرك موجود مين اللي يقرا الانجيل؟ ها؟ هو البطرك. ليه؟ أتاري الموضوع في الكنيسة مترتب ليه ترتيب. أنا عايز أقول لكم مرة بس موقف حصل كده وأنا لسه مرسوم جديد كاهن، دخل أحد الأساقفة وأنا مش متعود، كنيستنا ما فيهاش أسقف، إحنا تبع البطرك على طول. فدخل أحد الأساقفة وأنا مش عارف البروتوكول إزاي يعني، وصادف إن أنا كنت لوحدي ومفيش آباء تاني قدام معايا فيدلوني. فانا دخلت قدام سيدنا ماسك الصليب، فلقيت الشمامسه ايه اتلبشوا كده كشر ورا. فانا مش عارف، انا باصص في وش سيدنا الاسقف جميل كده ولطيف وحلو، وانا داخل اسلم عليه في ايديا الصليب باشا. بعد كده لقيت شماس كبير ابونا داري الصليب، داري الصليب. انا قلت ليه اداري الصليب؟ انا مش عارف، ما صادفتش الموضوع قبل كده. حطيت الصليب قلت بس لحسن يكون في مشكله معينه مش فاهمها يعني، وسلمت على سيدنا وبتاع. بعد كده لما جه كاهن كبير قال لي كنت هتعمل مصيبه، انا عرفت اللي انت عملته. ايه اللي حصل؟ ترفع الصليب قدام سيدنا؟ قلت له هو انا هضربه؟ ده عادي يعني صليب يعني. قال لي لا خلي بالك الموضوع مترتب. ايه بقى الموضوع مترتب ده؟ أتاري الكاهن الأعظم، الكاهن الحقيقي هو مين أصلا؟ رب المجد يسوع، هو المسيح، هو الكاهن. وإحنا بنقول له أنت هو الكاهن إلى الأبد صح؟
أنت يا رب هو الكاهن الحقيقي إلى الأبد. طيب والكهنوت ده أبوة صح؟ مثل الأبوة مثل الخراف، المزمور يقول كده، كالأبوة مثل الخراف. فلما يجي الأب في وجوده ما ينفعش ابن هو اللي ياخد البركة وهو اللي يبارك وهو اللي يرشم وهو اللي يرفع الصليب. الأب الكبير موجود هو اللي يتكلم. ففي وجود المسيح محدش يقدر يتكلم حتى البطرك. طب في وجود البطرك محدش من الأساقفة يرفع الصليب. طب في وجود الأسقف محدش من الكهنة يرفع الصليب. طب في وجود أبونا حد من الشمامسة يقدر يبارك الشعب ويقدر يبتدي ويلا تفضلوا نصلي وباسم الأب والابن وأبونا قاعد؟ لا. ليه؟ الكهنوت مش مجرد كرامات. لا يا أولاد، ده الكهنوت. أنا عايز أقول لكم الموضوع ده لأنه هو علامة على حضور المسيح في الكنيسة، مش مجرد رموز، مش مجرد رموز. عايز أسبق الأحداث يا أولاد وأقول لكم حاجة على الحكاية دي. القربانة اللي بتتحط في الصينية في بداية القداس أهي قربانة صح كده؟ صحيح اترشم عليها صلبان كتير، لكن هي ستيل لسه في نص القداس الأولاني. إيه؟ ناموا الآن واستريحوا، تصبحوا على خير. إيه الأخبار؟ اصحى يا حبيبي، اصحى. ممكن تهرش كده بس عشان تجري الدم في مخك. اصحى يا أيوة كده، أنتوا صحيين، برافو شاطر. القربانية مجرد قربانة لسه ما تحولتش. امتى هتتحول تبقى جسد؟ حد يعرف؟ اتفضل. سر حلول روح القدس ده امتى؟ ده في نص القداس ولا بدري ولا متأخر ولا ايه؟ الحتة دي بيسموها ايه يا ولاد؟ ليها شهرة كده اسمها رشومات. بعد الرشومات على طول بنسجد كلنا ونقول الشماس يقول اسجدوا لله بخوف ورعب، نسجد كلنا وبعد شوية أبونا يقف تاني يقول لنا السلام لجميعكم. لما بنسجد كده أبونا يرشم ثلاث صلبان بسرعة على القربانة، بسرعة لازم ثلاث صلبان بسرعة وإحنا ساجدين. يقول هذا هو الجسد المقدس الذي لابنك الوحيد، ويرشمها بسرعة. ليه؟ لأن هي ستيل قربانة، فلو رشم بسرعة يلحق يرشم على القربانة قبل ما تتقدس. لكن وانس إن قال كلمة جسد هتتحول، فما ينفعش يرشم عليها صلبان بعد ما تتحول. أمال إيه اللي يحصل لو اتحولت بقت جسد؟ الجسد هو اللي يبارك وهو اللي يرشم الصليب. يعني أبونا ما يقدرش يرفع الصليب أصلا في الكنيسة بعد سر حلول الروح القدس. ليه؟ المسيح بنفسه على المذبح. أنا عايز أقول لكم على حاجة يا أولاد عرفتها في الدير. أبونا لما يجي يقول السلام لجميعكم في آخر القداس، إحنا طبعا بنقول ولروحك أيضا عادي، لكن حقيقة ما بناخدش بالنا أبونا بيعمل إيه. أبونا لما يقول السلام لجميعكم هو مدي ظهره. زمان كان أبونا بيمسك الصليب يعمل كده، لكن في وجود المسيح على المذبح ينفع أعمل كده؟ لا طبعا ما ينفعش. فأبونا يعمل حاجة، يجي كده على جنب، يقف كده على جنب يقول السلام لجميعكم. ليه الحقيقة؟ ومين اللي بيتكلم؟ المسيح اللي على المذبح. ومين اللي بيبارك؟ المسيح اللي على المذبح. طب مين اللي واقف؟ ولا واحد واقف، ما فيش حد واقف، أنا على جنب، أنا مش واقف خالص، المسيح اللي موجود. حتى إن أبونا في الآخر يقول الجسد المقدس، وإنتوا في الشعب تردوا عليه تقولوا إيه؟ ها؟ تقولوا إيه؟ حد عارف المرد؟ نسجد لجسدك المقدس. جسدك المقدس، أنتوا بتكلموا مين؟ انتوا مش بتكلموا ابونا؟ مش ابونا بيقول الجسد انتوا ترد على ابونا؟ لا الحقيقه ابونا طلع بره خالص، ابونا مش دعوه بالموضوع دلوقتي خلاص. ابونا واقف على المذبح صحيح، بس احنا بنكلم المسيح، لان القربانه والاباركه عصير العنب تحول فعلا، اصبح هو جسد ودم المسيح والمسيح على المذبح. ففي وجود المسيح احنا بنخاطبه هو بس، نسجد لجسدك انت المقدس ولدمك انت يا رب الكريم. الطيارة طلعت، الحمد لله الطيارة طلعت. يلا بقى نطلع الطيارة في الحتة اللي اسمها الأنافورة. الأنافورة كلمة معناها يصعد أو يحمل ويصعد، يحمل ويصعد.
بيسموها الصعيدة. ايه بقى الصعيدة؟ مش انت طرت الحقيقة وقابلت المسيح في السماء، انت صعدت، الكنيسة خدتك في رحلة الى فوق، رحلة الى السماء. ايه يا رب عايزنا نعمل ايه في الرحلة دي؟ هقول لكم على ثلاث كلمات في اول قداس المؤمنين، انتوا عارفينهم طبعا. ابونا يقول اول حاجة قربوا مع جميعكم، ها تقولوا ايه؟ ولروحك ايضا سهلة. بعد كده ايه يقول ابونا؟ كلمة تاني. ايوه برافو. ارفعوا قلوبكم، نرد على طول نقول ايه؟ هي عند الرب. برافو. اخر حاجة يقولها ابونا، حد فاكرها؟ فلنشكر الرب. انتوا بقى تردوا تقولوا ايه؟ مستحق وعادل. يعني ايه؟ يستاهل ان احنا ننطق من كل قلبنا ومن كل افواهنا الشكر ليك. انا اكلمكم على الثلاث كلمات دول، قربوا مع جميعكم، ارفعوا قلوبكم، فلنشكر الرب. هما الثلاث كلمات دول اللي بنعملهم في الطيارة، اللي بنعملهم في الصعيدة، اللي بنعملهم في القداسة. الاول قربوا مع جميعكم. الحقيقة القداس معمول عشان يكون الرب مش بس بيجي جنبينا زي ما كنا بنتخيل، لا، القداس معمول عشان الرب يحل داخلنا. القداس معمول عشان الرب يحل داخلنا. وعايز اقول لكم يا اولاد، ايه الفارق بين اجتماع الكرمة يوم الخميس من 7 لـ 9 والقداس اللي هو تاني يوم من 7 لـ 9 برضو الصبح؟ ايه الفرق بين ده وده؟ مش المسيح قال كده ولا كده؟ ان اجتمع 2 أو 3 باسمي فهناك ايه؟ اكون في وسطهم. خلاص المسيح قابلني بالليل، قابلني الصبح، عادي صح؟ فيش فارق المفروض، ها؟ حد يقول لي فارق واحد؟ من المسيح كده كده في الكنيسة. هتقولي لي المسيح مش في الكنيسة؟ اتفضل. انت رائع، برافو، اجست في ابلغت يا ابني، هايل. في القداس انا بتحد بيه، ويقول كده المسيح نفسه، من ياكل جسدي، حد يكمل، ويشرب دمي ايه؟ ياس، برافو عليكم، يثبت فيا وانا فيه، يتحد بيا، محدش يقدر يفصله عني ولا يفصلني عنه. اي اجتماع تاني انا بطلب من الله انه يسمح لي اقف قدامه، لكن مش بتحد بيه جوايا وباكله. أنا عايز أقول لكم على حاجة، الكنيسة اللي ممكن ما تعملش قداسات خالص لكن يكون فيها اجتماعات عظيمة جدا جدا جدا، لسه برضو ما طارتش الطيارة بتاعتها، ما قابلتش المسيح. احنا كل ده بنجري على الران واي. طب بصوا على الكنيسة زمان، الكنيسة يا أولاد من 2000 سنة، مش أول امبارح، ها؟ مش من 100 ولا من 200، من 2000 سنة مسيح أسسها. أنا عايز أقول لكم القداس موجود قبل ما الكتاب المقدس يتجمع. أقولها تاني، القداس موجود قبل ما الكتاب المقدس يتجمع. الكتاب المقدس اتجمع في آخر القرن الأول وبداية القرن الثاني. طول 100 سنة الأولانية دي الكنيسة فيها بتعمل إيه؟ مفيش كتاب مقدس مكتوب. انما فيها القداس، الليتورجيا، العمل الجماعي اللي فيه صلاة جماعية بنتحد فيها بالمسيح. والقداس يا ولاد هو اللي حفظ الكنيسة طول السنين اللي فاتت، حتى في وقت الاضطهاد اللي كان ممنوع فيه عمل اجتماعات او مجاهرة باسم المسيح او رفع الصليب، كان الاباء يختاروا اي مكان منعزل ان شاء الله تحت الارض ويعملوا قداس. عارف، عايز اقول لكم على حاجة، اللقباط احنا يعني المصريين جبابرة، عارفين ان القداس هو العمود اللي شايل الكنيسة، فيعملوا ايه؟ لما يجي وقت الاضطهاد يستخبوا في المقابر ويعملوا القداس. ايه ده؟ مش عيب؟ مش حرام يعني ادخل المدافن واعمل قداس؟ ينفع؟ حتى الريحة يعني مش معقولة. يقول لك لا، هي النار اللي بتطهر الميكروبات والجراثيم
ولا دي اللي بتوسخ النار؟ ها، النار بتطهر اي حاجة. فالمسيح يقدر يحل في اي مكان، اذا كان بيحل في قلبي انا اللي مليان قذورات من الخطايا، مش هيخليني اعمل قداس في المدافن. عشان كده يا اولاد في كنايس كتيرة خالص كانت اصلها مقابر فرعونية، حتى ان مين عارف منطقة الدير البحري؟ الحقيقة دي اثار فرعونية، بس سموها ليه الدير البحري؟ لان الاقباط كانوا بيعيشوا فيها وبيصلوا قداسات فتسمت الدير، لكن هي اصلا ايه؟ مقابر فرعونية. ليه؟ لان القداس بتتحد في كنيسة بالمسيح. طب واللي ما بيحضرش قداس؟ اقول له انا اسف، بتعشم نفسك لكن في الاخر ما بتتحدش بيه. اللي بيحضر اجتماعات ويسمع عظات ويرنم ترانيم ولكن في الاخر ما بياخدش جسد المسيح ودمه جواه، اقول له للاسف ضاعت عليك الفرصة ان انت تتحد بالمسيح. تعالوا نتفق مع بعض، اعمل القداس وبعد كده اي حاجة. مفيش حاجة تاني اهم من القداس. لما يجي احد الخدام يقول لي معلش يا ابونا ورايا خدمة معينة هروح اعمل كذا كذا كذا، اقول له لا، القداس اهم، احضر القداس بعد كده اعمل اي حاجة. في حاجة اغلى واعلى من ان انت تتحد بالمسيح؟ مفيش يا اولاد، مفيش. الاتحاد بالمسيح علامته الرب مع جميعكم. الرب مع جميعكم دي يا اولاد فعلا بتكون موجودة. ابونا وهو بيرشم الصليب يقول الرب مع جميعكم، هي مش عزومة يقولها ربنا معاكم، لا، ده اعلان عن وجود المسيح في الكنيسة الحقيقي. انا عايز اقول لكم على حاجة تانية يا اولاد، من ضمن العدة بتاعت الكنيسة ايه دي؟ سامعين بتشخلل، ها؟ اسمها ايه؟ الشوري. جميلة خالص الشوري دي، حاجات كتيرة كده وليها رموز لطيفة خالص. يعني ارجو ان الكل يكون عارف الخطاف اللطيف ده عشان ابونا يمسكه، ولكن بيقول لنا برضو ان المسيح ليس احد نزل من السماء الا الذي صعد من السماء، ابن الانسان الذي هو فين؟ في السماء. المسيح نزل لينا وتجسد بالثالوث القدوس، هتلاقي فيه ثلاث سلاسل، وفي سماء وفي بطن للشرية، في سقف وفي بطن. البطن دي فيها شوية جمر مشتعل تحط عليه بخور يطر عليها، ريموس كتيرة خالص للشرية. أبونا يمسك الشرية ويلف في أثناء دورة البخور بتاعت باكر وعشية في وسط الشعب، الحقيقة يفضل يعمل كده، وتلاقي بق أبونا شغال، ها؟ والمفروض إن بقي أنا كمان شغال. ما احنا قلنا من ساعة بندخل من باب الكنيسة بنعمل ايه؟ بنطلب رحمة. فطول الوقت ابونا عمال يصلي يقول لي يا رب اتحنن على اولادك فلان وعلان وفلان وعلان، وهو ساكت. لكن انا بطلب من ربنا اقول له ايه؟ ارحمني يا الله الاب ضابط الكل. وبعد شوية ابونا، طبعا هو في ناس بتفتكر ابونا نزل الكنيسه يلم الورق يعني، او يبخر يدي كده ايه حته بخور بقى وبتاع عشان الكنيسه تبقى يعني ليها ريحه. لا، الحقيقه احنا مش جايين نعمل بارفان، كنيسه صلاه. وجود الله علامته الشرية، اصل الشرية بتطلع بخور شبه السحاب اللي كان بيتجلى فيها الله حسب الكتاب المقدس، فده بيفكرنا بحضور الله. لما الناس في العهد القديم يشوفوا السحاب والضباب يقولوا بس الله حضر على الجبل، ويطلع موسى اول ما يشوف السحاب يطلع يقابل الله. عشان كده علامة حضور الله هي الشرية. كل واحد بقى يوطي على ابونا يقول له كلمة، يقول له ايه؟ حللني، عملت كذا او كذا. صدقوني يا اولاد، حتى لو ما وطتوش على ابونا وقلتوا الكلام ده في سركو، يا رب سامحنا عن كذا وكذا وكذا، الاعتراف بتاعك مين اللي سامعه؟ مش ابونا الحقيقه، الله اللي احنا عارفين ان هو حاضر في وسطنا الان، زي ما قلنا عمانوئيل الهنا ايه في وسطنا الان. وعشان كده ابونا يلم الاعترافات السريه دي من الكنيسه كلها، يفضل ابونا يجيب الكنيسه من فوق لتحت من شرق لغرب، يلم كل الاعترافات دي، ويجي في انصحاق شديد يقف قدام المسبح يقول له يا الله الذي قبل اليه
اعتراف اللص اليمين على عود الصليب، اقبل اليك اعتراف شعبك. اشمعنا اللص اليمين يا اولاد؟ حلو، اسكت بقى، اسكت، انت حرقتها. ها، اشمعنا اللص اليمين؟ ناس كتير تابت. اشمعنا اللص اليمين؟ لا اسكت انت. ها، اشمعنا اللص اليمين؟ سهل اصلا. اشمعنا اللص اليمين؟ ايه ها، اصل لص اليمين يعني عملها بسرعه قوي، يعني عمل ايه؟ اعترف بسرعه جدا، قال اذكرنا يا رب ما تجئت في ملكوتك، واعترف سريا. حد مكتوب يعني الكتاب المقدس كاتب اللص اليمين قال ايه في اعترافه السري؟ مش متقال. وهكذا نفس الحكايه، وانت بتعترف الحقيقه بيسموها الاباء كده تعترف على الشوريه، ده تعبير يعني. ها، محدش بيعرف انت بتقول ايه، عشان كده ابونا ياخد الاعترافات دي يقول لك يا رب زي ما انت عملت على الصليب وقبلت اعتراف اللص اليمين على عود الصليب، اقبل اعترافات شعبك وايه من جميع الخطايا يا رب، حتى اللي نسيها. بس دي التوبه جماعيه. ما عشان كده الحل بيكون جماعي. انت فاكر ابونا بيحط ايده على كل واحد يصلي له التحليل من اوله لاخره مش هنخلص؟ لا، ابونا في الاخر يقف ونسجد كلنا في اخر ابانا الذي، يقول الشماس كده احنا رؤوسكم للرب امامك يا رب خاضعين وساجدين، انصتوا بخوف الله. وتلاقي ابونا رفع الصليب وقال الحل الجماعي للكل، زي ما المسيح قاله برضو يا ابتاه ايه، اغفر لهم لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لما ابونا يقول لك الرب مع جميعكم، تاكد ان المسيح موجود، تاكد ان المسيح موجود. تاني حاجة يقولها ايه ابونا؟ ها، ارفعوا قلوبكم. هو طبعا الحتة دي تكسف. ليه؟ لان قلبي بصراحة ما ينفعش فجأة اقول له هي عند الرب. يعني ايه عند الرب؟ يعني يا رب ده انا قلبي انا عارف ان هو لسه تحت، ده انا لسه داخل الكنيسة وانا متضايق من فلان ومتضايق من علان، اعمل ايه؟ يعني ايه الرب مع جميعكم؟ سوري، اين هي قلوبكم؟ تقولوا عند الرب. ايه رايكم، نقول ولا ما نقولش؟ اتفضل. ربنا فحص القلوب والكلى طبعا، بس انا اقول ولا ما اقولش؟ انت بتهوش ماشي. ها، اصلي ولا ما اصليش؟ تفضل يا حبيبي. يعني انا هصلي وانا بطلب الرحمة، مش هقول انا متأكد. انا قلبي فوق، انا ضامن ضامن. برافو برافو عليك. كنت هتقول ايه؟ تفضل. نفس اللي اتقال بالظبط يا ولادي. ساعات بقف قدام ربنا واقول له يا رب ايه، انا هقول لك صلوة بس الحقيقة انا مش قادر اعملها، مش قادر اعملها، قلبي لسه تحت، ممكن تساعدني؟ ممكن تديني زقة؟ اللي حاضر هساعدك، هدي لك الزقة دي. اقول له يا رب من فضلك قلبي مجذوب تحت بالخطية، ولكن ما عنديش حاجة اقولها لك غير ارحمني يا الله الاب ضابط الكل. وهفضل اقول لك ارحمني، زي بالظبط ما جات واحدة ست تصرخ على ربنا تقول له ارحمني، ابنتي مجنونة، ابنتي مريضة، وفي الاخر قال لها ايه؟ يا امرأة ليكن لك كما تريدين. واحد تاني فضل يصرخ على المسيح يقول له ارحمني يا سيد يا ابن داود، قاعد يقول له برضو ارحمني اللي احنا بنقولها دي. وقال له ماذا تريد؟ قال له ان ابصر. قال له ايمانك ايه؟ شفاك. بالرغم ان ايمانه زينا كده، يعني ممكن يكون في ضعف، لكن ربنا بينظر لكل واحد يقول له يا رب خد قلبي في بداية القداس عندك، يقول لي حاضر يا حبيبي هساعدك، وخلي قلبك ايه يطلع معي. قلبك لفوق دي معناها ايه؟ لا يمكن يكون المسيح جاي وبيقول لي خليك فكر زي ما كنت زمان قبل القداس، انت خلاص تعطل لفوق. ان كنتم، الكتاب المقدس يقول كده، يقول ان كنتم قمتم مع المسيح فاطلبوا ما هو فوق حيث المسيح ايه جالس.
تاني هقولها تاني، إن كنتم قد قمتم، إذا قلت قلبي هو عند الرب فاطلبوا إيه؟ ما هو فوق. طب إيه هو اللي ما هو فوق؟ الملكوت. طب ماشي يا رب عايز أروح السماء بس كده؟ لا، اطلب حاجة تليق بقى بالمقابلة الجامدة دي. يعني ها؟ يعني بعد ما تروح لراجل واصل قوي في الدولة، وزير ولا حاجة، يقول لك عايز إيه يا حبيبي؟ تقول له معلش رغيفين عيش، يعني ماشي خلاص، يعني عايز رغيفين عيش خلاص، هي كده كده العيش عندك. لا، اطلب حاجة فوق. ها؟ 50 جنيه. 50 جنيه، ما انت عندك مرتب، ماشي عادي. يعني اطلب حاجة تليق باللي انت داخل قدامه. ايه رأيك يا اولاد؟ ايه اطلبه ما هو فوق دي؟ نقول ايه يعني؟ اقول اي حاجة يا اولاد. احلموا دريم هاي زي ما بيقولوا. ها ها، اسم الصليب يا اولاد. هو ده سلام داخلي ولا نمتوا ولا ايه؟ يعني برضه عايز اي حاجة. اسم الصليب عليك، ما بتبربشوش يعني، حتى النوم عميق بركة. او طبعا دي علامة السلام الداخلي، يقولك يعطي احباؤه نوما، بس بلاش دلوقتي يعني، بكرة بالليل. ها، اطلب ايه؟ اقول ايه؟ اتفضلي بالظبط. اقول له بقول لك يا رب انا مش عايز حاجه تاني غير ان انا ابقى معاك، دي حاجه. ايه كمان تاني؟ اقول له الحاجه اللي انت الوحيد اللي تقدر تعملها لي ايه؟ ما اصل كل الحاجات التانيه عادي سهله، ممكن اي حد يعملها لي او انا ممكن احاول، لكن في حاجه واحده بس انت الوحيد اللي تقدر تعملها. ايه؟ لا كفايه انت بقى يا ابني. ايه الحاجه الوحيده اللي المسيح في القداس يقدر يعملها؟ الحقيقه الحاجه الوحيده بس المسيح يعني. ايوه، مين اللي بيرغي؟ برافو عليك، غفران خطايا. وانتوا تقريبا حد هنا من البنات قال كده. مش انا بقول له ارحمني؟ مش انا طول القداس عمال اقول له ما فيش غيرك يا رب يرحمني؟ طب ايه رايك هو الوحيد اللي يقول لي ايه؟ مغفوره ليك خطاياك. هو التوبه يا اولاد. القداس هو رحله توبه. من ساعة ما بقعد في البيت مع نفسي ولا عايز احضر قداس، تبتدي رحلة التوبة. رحلة التوبة بتاعتي دي مفيش غير المسيح اللي يختمها لي صح. لو رحت لأي واحد تاني وقلت له أنا عايز أتوب، ما أنا مالي أتوب. لكن المسيح الوحيد يقول لي خلاص يا حبيبي أنا أساعدك في التوبة دي، غفرة. أطلب فوق، أطلب فوق. واحد شبه لي مرة التشبيه لطيف خالص، بيقول لي واحد دخل مطعم ضخم جدا، حلو قوي يعني، ها، وأول مرة الحقيقة يدخل مطعم من النوع ده، فعينه بقى في وسط راسه، عايز يبقى حويط، عايز ياكل أكلة يعني حويط جدا. فقال للويتر الراجل جرسون يعني، قال له إيه بقى؟ قال له أنا عايز أحلى عشاء عندك. قال له حاضر، تطلب إيه؟ قال له عايز عيش. قال له ما عادي يعني، احنا بنجيب العيش ما تخافش. تطلب ايه؟ قال له سلطة. ما احنا بنجيب كل حاجة فيها سلطة. شوية مية بقى يا حبيبي، كل الحاجات دي عادي يعني. عندكم طحينة؟ ما كل ده برضو عادي. انت عايز ايه؟ ها، احنا ساعات بنعمل كده مع المسيح، ندخل نطلب طلبات طلبات طلبات، وفي الاخر فين المندش؟ فين الطبق الاصلي؟ فين الحاجة اللي أنا عايز المسيح هو الوحيد اللي اديهاني؟ الغفران. عشان كده المسيح يقول إيه؟ إن جسد ودمه، يقولها كده في متى 28 آية 26، يقول إيه؟ إن هو يعطى جسده ده ودمه يعطى إيه؟ لإيه؟ لغفران الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. والكلمة دي إحنا بنقولها في الاعتراف. عشان كده لو واحد داخل القداس عنده اي طلبات في اي حاجه، ماشي يا حبيبي، بس اطلب الاول ايه؟ الغفران. لان خلاص طالما حصل الغفران، انت دخلت اتحدت بالمسيح واخدت جسد ودم. مفيش حاجه اهم من ده، مفيش حاجه اهم من ده. اوعى تدخل مهموم عشان الامتحانات وتخرج مهموم عشان الامتحانات. اوعى تدخل مهموم عشان الفلوس تخرج مهموم عشان الفلوس. ادخل قدام المسيح قول له ماليش غيرك، عايزك تخفض خطيتي عشان اتحب بيك. هو يا رب كل اللي بيحكوا عنك حلوين دول مش هتاخدني في وسطيهم؟
بقى كل القديسين اللي سبقوا واتحدوا بيك وفرحوا مش هتحسبني في وسطهم؟ يا رب ما تسيبنيش. ويدخل الواحد في القداس يقول له من اول ما يقول له هي عند الرب خلاص، يبتدي بقى الشماس يقول له ما دام انت اتفقت مع المسيح ان انت قلبك عنده خلاص، ايها الجلوس ايه قفوا. ليه بقى سمعنا ايها الجلوس قفوا؟ يعني تفرق ايه قايم من قاعد؟ يقول لك لا حبيبي، احساسك ان انت واقف قدام مين؟ مش انت قلت ابونا قال لك الرب مع جميعكم؟ قلت له لروحك انت عارف ان المسيح واقف، انت طلبت الغفران، ادخل قدامه المسيح قلبك ايه؟ ساجد مش واقف. على فكرة اولاد السجود مش عشان اريح رجلي، مش عشان اغفل دقيقتين كده عشان افوق اطلاقا، السجود ده علشان اسكب تضرعاتي من اولها لاخرها بدموع كثيرة جدا عشان ربنا ايه؟ عشان ربنا يغفر لي. عايز اقول لكم يا اولاد صلوة سرية كده بيقولها ابونا في ودن ربنا، وقول انت الصلوة دي بطريقتك. الصلوة دي ابونا بيقولها قبل ما يفرش المسبح، فما بالك بيقول ايه بعد ما يفرش المسبح؟ يقول حاجات كتيرة خالص، انا اقتطفت ايه بعض التعبيرات. الصلوة دي اسمها صلاة الاستعداد، دي بتتقال بدري. يعني بتقول ايه؟ عشان احنا اصل بنقول اين هي قلوبكم، وابونا يقول ارفعوا قلوبكم، نقول له هي عند الرب. شوفوا بقى الكلام، يقول ايها الرب العارف قلب كل احد القدوس المستريح في قدسيه. والكلام اليك يا جار، الواحد يبص لنفسه يقول ايه؟ طب هم قدسين، انا ما استاهلش. وقف اقول له يا رب انت قدوس مستريح في قدسيك، ارحمني زيهم. بيقول له ايه كمان؟ الذي بلا خطيه وحده، يعني انا عارف ان انا طول الوقت خاطي، الكاهن بيقول كده، يقول القادر على مغفره الخطايا. وبيخبط كده في الحته دي يقول له يا رب انت القادر على مغفره الخطايا، يعني اغفر لي. ومش بس هينفع تغفر لي انا لوحدي، مش هتنفع، مش هينفع تغفر لي غير لما تغفر لهم الناس اللي واقفين في القداس دول، اغفر لهم هم كمان. عارفين يا اولاد الكاهن بالقبطي، بالقبطي كلمة بتاعت كاهن او قص ايه؟ اللفظ ايه؟ ها ابريز في تيروس، يعني معناه شفيع. يقف طول الوقت يشفع في مين؟ في شعبه. وبالمناسبة برضو ابونا لما يلبس تونيا في صليب قدامه وصليب ايه؟ ورا. الصليب اللي قدام شكله ايه؟ كبير، خطايا قلبه. يقف يقول له يا رب ايه خطايا قلبي، نجاسات قلبي. والصليب اللي في ظهره ايه؟ صغير، لان هو بالنسبة له كل خطايا الشعب دي صغيرة خالص، لكن خطيته هو ايه؟ تقيلة. فيقف يقول له يا رب من اجل خطايا الخاصة ونجاسات قلبي لا تمنع شعبك من نعمة روحك القدوس، انا بشفع عليهم وانا غير مستحق. يا ولاد صدقوني اللي يقف يصلي القداس بعمق يكتشف ان القداس ده سكة كده نارية ملتهبة من الحب بين الواحد وبين ربنا. يقول له كمان انت يا سيد تعرف اني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، ولكن وليس لي وجه ان اقترب وافتح فمي امام وجهك القدوس، بل ككسرة رأفاتك اغفر لي أنا الخاطي. يقف أبونا ويلبس الطنية ويقف قدام الشعب يقول لهم أخطيت سامحوني كما قلنا. أنا ليه برجع كل شوية أقول لك انصحك اسجد قول يا رب ارحمني؟ لأن الحقيقة كل خطوة من الخطوات اللي احنا بنتقدم فيها ناحية الجسد والدم مش هنعملها غير بقلب منصحك، ولما القلب ينسى انصحاقه الحقيقة مش هتقابل مع المسيح. لما القلب ينسى انصحاقه عمري ما تقابل مع المسيح. بالمناسبة يلا بقى حتة كده،
تيجي نقول يا رب ارحم اللي في وسط القداس. يلا نقول يا رب ارحم طول الوقت كده. دي حزيني قوي يا جماعة. وانت طول القداس كده فيش حاجة كده يعني؟ ايوه في ساعات فرايحي يعني في العيد ماشي، لكن طول القداس العادي يعني تفضل تقول كده وانت كمان كنت انت بتعيط؟ انت بتعيط ليه؟ خلي بالك انا بقول يا رب ارحم، دي صلاة مش مرض. يعني ايه؟ في ناس بتسمي الصلوات اللي في الكنيسة مردات. الحقيقة المرد ده كلمة مش ادق حاجة، لكن هي صلوات. انا عايز اقول كمان حاجة، كلنا بنحضر قداس يا اولاد، لما يجي يا رب ارحم ما نقولهاش، مين يقولها؟ نسيبها المعلم يقولها. فالمعلم عيني يلاقي نفسه لوحده بيقولها فيكروتها عادي يعني، لكن لو سمع الشعب بيقول هيتظبط. ها كروت ايه يابا؟ ده الشعب الكل بيقول 3000 واحد واقفين ورايا، هصليها مظبوط. مش هتبقى مرده، هتبقى صلاه. اياك تفوت كلمه يا رب ارحم اللي في القداس، لان كل ما تقولها قلبك هينخش هيتضع وهينصحك مظبوط. الكنيسه حطت الالحان يا اولاد مش عشان نغم، عشان تحسس القلب. خلي بالك انت مركز مع المسيح، انت مركز في المسيح اللي واقف على المذبح وبتقول له ارحمني. ما ينفعش تقولها له وانت نعسان ولا وانت بتكروتها له، ما ينفعش. تخيل يا اولاد، تخيلوا معايا منظر واحد مريض داخل قدام المسيح بيقول له ارحمني. شوف وشه بيبقى ازاي، شوف كلامه ازاي. تعالوا نعمل كده في كل ما يقال عليه مرض او كل صلوه في الكنيسه، هتلاقي القداس جميل. لو انت مش عارف قبطي يكفيك جدا كلمه يا رب ارحم. لو مش عارف قبطي ولا عربي حتى، يلا سيبك لا فاهم قبطي ولا فاهم عربي، بس قول يا رب ارحم، هتلاقي نفسك فرحان جدا. يعني ايه فرحان جدا؟ الفرح الحقيقي يا اولاد هو اللي منبعه التوبه. الفرح الحقيقي هو ده اللي منبعه التوبه. والحقيقه انا عايز اقول لك على حاجات يعني حوالينا بالموضوع ده. تعال نقول ترانيم مع بعض بتتكلم عن الفرح ونقولها واحنا فرحانين جدا جدا جدا، لكن انا مش في قلبي توبه، هتحس ساعتها ان الترانيم دي شويه ايه يعني مش من القلب. فالصو مش الترنيمة الوحشة، لكن قلبي اللي مش حاسس. ليه؟ بداية كل فرح يا أولاد هو التوبة. المسيح قال كده، السماء تفرح بإيه؟ بخاطي واحد يتوب. أكتر من 99 بارا لا يحتاجون إلى التوب. طب لو أنا النهاردة بجد عايز أحس بالفرح، أقولك يلا تعال أنا وأنت نقدم توبة. لكن لو بطلت تقدم التوبة صدقوني كل الكلام عن الفرح هيبقى مبالغة أو تمنيات، لكن مش أفراح، مش أفراح حقيقية. عشان كده اللي يجي يقول يا رب أنا مضمون وأنا ضامن وأنا عارف وأنا رايح كنعان طب بص على قلبك، لو أنت تايب هتفرح. على فكرة أولاد الكنيسة اللي فيها بيبكي على خطيته هو الوحيد اللي بيخرج فرحان. الكنيسة اللي فيها بيبكي على خطيته هو الوحيد اللي بيخرج فرحان. آسف إذا كنت طولت عليكم. بص يا أولاد في آخر القداس خلاص إحنا قربنا نخلص، فاضلش غير 3 ساعات يعني مفيش حاجة يعني. دول ضحكوا، دول سامعين ولا إيه؟ اسم الصليب، برافو عليكم صحيين. طيب في آخر القداس أبونا يسجد على المذبح وإحنا كمان نسجد، ويفضل أبونا يصلي صلوات كتيرة قوي 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 سرية، وبعد كده يقول أبونا أذكر الرب سلام الكنيسة، أذكر رب البطرك، وبعد كده أذكر الاجتماعات. وبعد شوية يجي الشماس يقول إيه؟ حد يعرف المرض؟ يقف ماسك الصليب يقول خلصت حقا ومع روحك امين.
ايه بقى خلصت حقا ومع روحك؟ يعني في ناس تقولها غلط، في ناس تقول خلصت حقا. يا عم خلصت ايه ولا بتاع ايه؟ خلصت حق. ايه بقى خلصت حقا؟ الحقيقة الشماس بيبقى وشه لمين؟ اقول لكم، الشماس يقف هنا كده، يقف هنا كده ويرفع الصليب، لازم الصليب، ها؟ مش بايديه، بالصليب، ها؟ مش يرشم، مفيش حد يرشم، المسيح موجود. يقول ايه؟ خلصت حقا ومع روحك. امين. هو بيكلم مين؟ بيكلم ابونا؟ يقول له خلصت حقا؟ ما هو بيقول له مع روحك، يبقى مع روحك دي عايده على مين؟ زي ما بنقول مع روحك ايضا، يعني مع روحك اللي هو ابونا. طب امال هو بيقول لمين خلصت حقا؟ بيقول لكل واحد فينا. مش انت قدمت توبه؟ يقول لي اه. طب مش ابونا صلى لك التحليل؟ يقول لي اه. هو مش المسيح موجود على المذبح؟ يقول لي اه. خلاص يا حبيبي مبروك، ايه؟ دخلت السماء. طب والكاهن الغلبان اللي واقف يقول له انا غير مستحق، يقول له بالمره ايه؟ ومع روحك ايضا. ولكن خلي بالك، مش معناه انت خلاص كده، لا، انت خلصت يعني معناه دخلت على البوابه اللي فيها تتناول. عشان كده ابونا يقوم بعد كده ويدي توزيع الاسرار، لكن هو يقول له انصتوا بخوف امام الله. يعني اتفضل اسمع ربنا هيقول لك ايه دلوقتي. اخر كلمه بيقولها ابونا في الانافوره في الثلاث كلمات الاولانيين، احنا قلنا قربوا مع جميعكم، ارفعوا قلوبكم، اخر حاجه ايه؟ فلنشكر الرب. فلنشكر الرب. اشكرك يا رب من كل قلبي. ليه؟ لان انت اديتني العطيه اللي كانت متاخره عليا من ايام ابونا ادم. ايه بقى القصه؟ نرجع بقى بظهرنا لورا كده لحد بداية الخليقة. ايه اللي حصل في بداية الخليقة؟ ربنا خلق كل الخليقة لآدم عشان يعيش، ووجد الله ان كل الخليقة حسنة، وجي عند الانسان حسن جدا، وبعدين قال له من جميع شجر الجنة تأكل، صح كده؟ حلو. انما شجرة، برافو، معرفة الخير والشر، لا تأكل منه، يوم تأكل منها ايه؟ موتى تموت. طب خلاص، جه ابليس بقى، واخده بالك يا حواء من الفاكهه دي او الثمره دي ايا كان، مش لازم تكون تفاحه يعني، عادي يعني اي ثمره وخلاص. ايه رايك اول مره حواء تاكل من ايد حد تاني غير ربنا؟ اول مره حواء تاكل من ايد حد تاني غير ربنا. هي كانت هي وادم دايما بياكلوا من مين؟ من ايد ربنا اللي عمل لهم الشجر ده كله. كانوا ياكلوا دايما، اشكر يا رب، اشكرك يا رب ان انت اديتني ان انا اعيش هنا في جنة عدن. وكلمة عدن يعني فرح، جنة الفرح. فهي المرة دي ابتدت تاكل من ايد مين؟ من ايد ابليس. فالمشكلة ان حصلت السقوط، لكن ربنا يجي المرة دي يقول لي لا يا حبيبي، انا هديك بقى، خذوا كلوا، هذا هو جسدي، وخذوا اشربوا، هذا هو دمي. هديك أكلة تانية علشان خاطر أعالج بيها الأكلة الأولانية. إياك تاكل من إيد حد غيري، إياك تاكل من إيد إيه؟ حد غيري. وعشان كده أولاد الكنيسة بتصر إن كل واحد داخل يتناول لازم يكون صايم. ليه نصوم 9 ساعات؟ ما أنت لو حضرتك داخل على القداس واكل من إيد حد تاني، ما أنت كده عملت زي مين؟ زي ادم وحواء. لكن المسيح يقول لك لا، هاكلك انا. فعشان كده بنبتدي اليوم صايمين كما لو كنا بنبتدي الحياه. عشان كده نيجي عند 12 بالليل امنع اكل. انت داخل القداس، انت داخل على الحياه الجديده. المسيح هو الوحيد، اول واحد هتاكل من ايده هو المسيح. عشان كده سواء بقى كان القداس بدري واخري، احنا بنقول لك صوم عند 12، صوم عند 12. طب ليه 9 ساعات؟ عشان بس جوفك يكون فاضي، ضمنت ان اي اكل كان في جوفك خرج. لكن انت ما فيش حد تاني مديك اكل محتفظ بيه داخلك، هو المسيح بس اول واحد ايه؟ ياكلك. خلي بالك، ابونا ابراهيم يا اولاد، ربنا قال له في مره خذ ابنك حبيبك الذي تحبه قدمه لي محرقه، صح؟ كان اسمه ايه؟ اسحاق. طيب ابراهيم عمل فيه ايه؟ اخده واخد معاه كمان حاجه، الحطب، واخد كمان معاه حاجه، الدواب،
وخرج بدري خالص في الصبح باكرا جدا قبل ما الناس تصحى، وخصوصا ساره مراته عشان لو صحيت كانت هتظبطه، لكن هو خرج بسرعه وجري بسرعه. راح فين؟ في المكان اللي هينصب فيه المذبح، ونصب المذبح. ابراهيم خد ابنه اللي من صلبه لحمه ودمه، وكان هيذبحه وهيقدمه لربنا. وساعتها ربنا بعت ملاك وقال له ايه؟ لا تمد يدك، وفي كبش مربوط بالقرنين بتاعه في شجره، خده اذبحه عن ابنك وكله. واخدين بالكم ازاي؟ تعالوا بقى نشوف القداس ايه اللي بيحصل. تخيل ان انت ابراهيم، تخيل ان انت ابراهيم وجاي للكنيسه واخد جسدك لحمك ودمك، وعايز تذبحه بالصوم، ان شاء الله موت مش هاكل، وهتقدمه على المذبح محرقه لربنا، تقول له حب يا رب انا بقدم لك كل حبي، كل ما املك حتى جسدي. يقول لي حبيبي انا مش عايزك تموت، هتلاقي في ذبيحه تانيه مستنياك، هي دي اللي هتخلصك من الموت، كل منها هي واقفة مستنياك على المذبح. مين ده؟ المسيح. وعشان كده كلنا بندخل نقول له أشكرك يا رب، بنسبح ربنا تسبيحات ملهاش أول ولا آخر بعد القداس. سبح الله في جميع قدسيه، في جلد قوته، في كثرة عظمته، كتر خيرك يا رب فرحتني. عشان كده لما نقول إيه أبونا يقول لنا أشكره، فلنشكر ربنا، نقول له مستحق وعادل، أنا عارف ربنا ناوي يفرحني، عارف ربنا ناوي يفرحني، إزاي ما أشكروش؟ ده أنا لو خدت النعمة وما شكرتش عليها أبقى حرامي واخد النعمة ومش بقول شكرا. لا، أنا مش عايز أعمل زي آدم، مش عايز أعمل زي حواء لما كانوا بيأكلوا من جميع شجر الجنة وللأسف ما قالوش لربنا إيه شكرا، أخدوا بعد كده من إيد إبليس. سر الشكر، كلمة إفخارستيا يعني شكر، كلمة إفخارستيا يعني شكر. تخيلوا يا أولاد معايا، كل واحد فينا النهاردة داخل يحضر القداس كل اشتياق أن يسمع من ربنا كلمة الغفران، مغفورة لي خطاياك، ويسمع من ربنا يقول لي إيه؟ خذوا كل هذا هو جسدي وهذا هو دمي، ويقول لي ربنا امضي بسلام وسلام الرب يكون معك. قد ايه يا اولاد فرحنا اذا كنا تايبين، قد ايه فرحنا اذا كنا تايبين. صدقوني يا اولاد لو عاملين كل الجرائم وكل الخطايا ودخلنا قدام ربنا بتوبه وانصحاق قلب هيغفر لينا كل الخطايا. اخطيت طولت عليكم، لو حد يحب يسال اسئله انا تحت امركم، اتفضل. ليه الاول؟ بص يا اولاد انا دي عده حقيقيه، ودي ده كاس حقيقي متدشن محدش يقدر يمسكه غير ابونا، محدش مصرح ليه ان هو يمسكه غير ابونا. الكاس ده كاس مميز جدا، يا اما ذهب يا اما فضه، طبعا الاثنين ليهم رمز. الذهب لان المسيح هو الملك، ملك الملوك، وده التاج بتاع الملك دايما يبقى ايه؟ يبقى ذهب. والفضة بتشير إلى كلمة الله، كفضة مصفاة مجربة في الأرض صفية سبعة أضعاف زي ما بيقول المزمور، فعشان كده يا إما ذهب يا إما فضة، يا إما حاجة مطلية ذهب برضو أو فضة. فاهمين قصدي إزاي؟ سؤال، هل ينفع حد يشرب عادي مية عصير أي حاجة جوه الجوكس؟ ليه؟ ها؟ ها؟ أنت متدشن. اي كاس تاني ممكن، لكن وانس الدشن اتحط عليه زيت ميرون خلاص زي الهيكل. ينفع نعمل في الهيكل بعد كده حفلة وندخل برجلينا وعادي كده؟ يقولك لا، زي العذراء. ينفع بعد ما تولد المسيح تتجوز وتخلف عادي؟ لا، هي هيكل، هي السماء التانية مخصصة لمين بس؟ للمسيح بس. عشان كده نقول دائمة الايه؟ البتولية، زي الكاس وزي الصينية وزي السماء. حد عنده سؤال تاني؟ اتفضل. معلش مش سامعك، علي صوتك. اتفضل.
ايوه اتفضل، انا سامعك حبيبي. كسر اللوحين الاولانيين لانه غضب على الشعب، وبعدين بالظبط كده طبعا بالظبط. بص التفاصيل الداخليه قوي دي محتاجه ان انا ارجع، يعني مش عايز افتي فيها، بس المبدا الاصلي ايه؟ كل بكر فتح رحم قدس للرب، مقدس للرب، صح؟ وعشان كده يقال، اتفضل، عشان كده المسيح هو بكر الابكار وبكر كل خليقه، وعشان كده يقدم للرب، عشان كده المسيح قدم نفسه ذبيحه لان هو بكر الخليقه. يعني ايه بكر الخليقه؟ هو اول واحد دخل كبكر الخليقه في الفردوس ودخل كل الناس وراه، عشان كده هو البكر اللي دخل ظافرا واحنا كلنا جينا وراه في الزفه ودخلنا السماء. حد عنده سؤال تاني يا اولاد؟ فرصه، اتفضلي. عدد القربان فردي ليه يا اولاد؟ يا 3 5 7 9 11. ها ليه عدد القربان فردي؟ بسيطه خالص، سهله. اصل في قربانه واحده منهم هي اللي ابونا ياخدها يطلعها بره الفردي، يبقى العدد اللي فاضل ايه، فردي ولا زوجي؟ اللي فاضل هيبقى زوجي، كل الناس زي بعضها. الوحيد المختلف هو المسيح الذي بلا خطيه، وعشان كده كل الناس اتنينات زي بعضيهم، انما المسيح مالوش زي، عشان كده لما يتاخد جوه على المسبح القربان كله بعد كده الناس تاكله، تاكله عادي. اتفضل، معلش علي صوتك. التلاميذ تمموا الفصح وبعد كده تناولوا بالظبط. المسيح حاضر، المسيح بنفسه حاضر وهو اللي بيديهم من ايديه. تاني، المسيح بنفسه حاضر وهو اللي بيديهم من ايه، فما فيش اي فرصه لابليس يعمل زي زمان ايام ادم وحواء، ان هو اللي يدي الثمره وهو اللي يقول لهم خدوا من ايدي. المسيح بنفسه حاضر، فعشان كده كانوا عادي اكلين وبعد كده دخلوا يتناولوا. لكن انا ما اقدرش اعمل كده، ليه؟ انا ضعيف وحالتي اللي انا فيها البؤس والخطيه زي المسكين والبائس اللي بيقول عليه المسكين في التراب والبائس في المزبله، ما ينفعش انا اتظاهر كما لو كنت انا في نفس قامه التلاميذ اللي قدام المسيح، ده انا غلبان غلب، فاهمين؟ فلازم اخضع نفسي واصوم نفسي علشان ما اخدش من ابليس حاجه قبل المسيح، عشان كده بصوم 9 ساعات، انما التلاميذ ما كانوش بيصوموا. عشان كده المسيح نفسه يقول لا يستطيع لا يقدر بنو العرس ان يصوموا ما دام العريس معهم، انما حينما يرفع العريس فحينئذ يصومون. عشان كده كلنا بنصوم، كلنا طيبين في صوم. اتفضل. ايه العلامات اللي بنختار بيها الحمل؟ زي بالظبط العلامات اللي كانوا بيختاروا بيها زمان خروف الفصح. ايه؟ يقول لك كون صحيحا سليما، يعني ما ينفعش يكون بيعرج، ما ينفعش يكون اجرب، ما ينفعش يكون مدخشش، سنانه مثلا مش مكسورة، عظمه مش بايظ، فاهمين ازاي؟ صوته مش مبحوح، مع انه يعني مش بيطلع صوت قوي يعني. يكون كمان حوليا يعني كامل، سنة عنده على الاقل سنة. عشان كده المسيح محدش يقدر يقول كان لسه صغير، لا مفيش حاجة اسمها كده. المسيح انتظر كام سنة عشان يبتدي الكرازة؟ 30 سنة. 30. وعلى فكرة بالمناسبة ليه انتظر 30 سنة؟ ليه ما كان يبتدي الكرازة من وهو طفل يعني؟ الحقيقة ان ربنا نفسه هو اللي حط الشريعة دي في العهد القديم، قال لك الكاهن عشان يبقى كاهن لازم يكون صحيحا، عشان يبقى راجل يتحمل المسؤولية لازم يبقى يوصل لسن 30 عشان يتحمل مسؤولية الشعب ويشفع في الشعب ويصلي قدام الشعب، فيبتدي عنده كهنوته 30 سنة. اكمن المسيح اللي حط القانون، ما ينفعش هو نفسه اللي يكسره، عشان كده هو نفسه ابتدى كراسته عند 30 سنة. وبالمناسبة يوحنا المعمدان برضه ابتدى كراسته عنده 30 سنة. كمان لازم يكون القربانة فيها علامات الصليب،
كل علامات الصليب في نصها في صليب وفي 12 صليب رمز ال 12 تلميذ وفيها الجراح بتاعت الصليب اللي هي ايه؟ عدوا معايا الشوك المسامير الاثنين اللي في الايدين وكمان في ايه؟ في مسمار يجمع الرجلتين مع بعض يبقى كده اربعه. فاضل حاجه برافو الحربه اللي طعنت جنب المسيح عشان كده تلاقي فيه خمس تخرام ودي جراحات الصليب. كل ما يشير الى الصليب لازم يكون مطبوع على القربان. حاجه اخيره مطبوع على القربانه لازم يكون كلمه قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت. ودي اللي تفرق اي قربان عن العيش. دي اللي تفرق اي قربانه عن العيش. بالمناسبه القربانه بيتحط فيها خميره ولا مش بتحط فيها خميره؟ هي لو مش بتتحط فيها خميره تبقى عامل زي العيش البتاو تبقى ناشفه. الخميره تخليها ايه؟ طريه. واحنا اسم الصليب القربان بتاعنا طري قوي يعني تخلي كل الناس تاكله مبسوطه يعني. الحقيقه ان الخميره دي مفاجاه انها تشير الى الخطيه. طب دي غريبه بقى ليه؟ ازاي القربانه اللي هتبقى جسد المسيح تبقى فيها خطيه؟ يعني عيبه يعني. ها مش شيرين اتفضلي. برافو المسيح خد الخميره بتاعتنا مش بتاعته. هو ما عندوش خميره. هو المسيح قال ايه؟ من منكم يبكتني على خطيه؟ ما عندوش هو خطيه، انما خد خطيتنا احنا شالها وحط ايه؟ قداسه. عشان كده بنصلي بنقول له في التسبيحه ايه؟ هو اخذ الذي لنا صح؟ واعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيده علوا. هو اخذ الخطيه الخميره حولها الى قداسه. اعطانا الذي له. ايه هو الذي له؟ جسده ودمه. فلنسبحه ونمجده ونزيده. ايه الو حد عنده سؤال تاني؟ اتفضلي. احنا قلناها في النص على فكره. ابونا طول الوقت حاسس انه غير مستحق وخايف لحسن يكون في حد زعلان منه وطول الوقت يقول اخطيت سامحوني في باكر وعشيه والقداس ويقولها اكتر من مره في القداس ويقف قدام ربنا بيقول له يا رب اخطيت برضه. طول الوقت يقول له ايه؟ سامحوني. ليه؟ اصل مهوبه جدا يعني العمليه يا ولاد. الكاهن اللي يقف على المذبح ده وضع مخيف صدقوني بجد وضع مخيف. انا عايز اقول لكم على حاجه. اشعياء النبي في العهد القديم شاف رؤيا يقول لك هوذا السيد جالس وازياله تملا الايه؟ الهيكل. شاف منظر ربنا قدامه وجالس على عرش فلما شافه حس بالخوف قال له ويل لي فاني قد هلكت. ليه؟ لاني نجس الشفتين وجالس وسط شعب نجس الشفتين. انا ايه؟ انا وحش. ده مخوف جدا من رؤيه انما احنا اولاد في الكنيسه عندنا جسد المسيح ودمه الحقيقي ازاي الموضوع ما يكونش مخيف؟ ده مخيف جدا مخيف جدا. عارفين قديس الامبرويس؟ تسمعوا عن قديس الامبرويس؟ الامبرويس ده كان راجل بسيط عادي ولكنه دايما كان يشوف على المذبح شكل المسيح بجد الحقيقي مش قربانه. كان يشوف المسيح فكان يجي يتناول يشوف المنظر المهوب ده يخاف ويرجع لورا يبص في الارض يبقى مرعوب. طبعا الناس اللي حواليه مش شايفين حاجه يعني. ها فتفضل ما يتفضلش يا عم اتفضل ما فيش لحد ما في كاهن ولا حاجه يقول له اسمع الكلام يشخط فيه. دايما يعمل كده وفي الاخر خالص عرفه في اخر حياته انه كان دايما يشوف مين؟ يشوف المسيح مهوب جدا. عشان كده يقول له اما انا بكثره رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. تخيلوا بقى في الكنيسة واحد بالمخافة دي ماسك الموبايل وبيلعب جيمز. عيبة يعني صح؟ تخيلوا واحد سرحان في أي حاجة. عيبة. عيبة خالص يعني. عيبة خالص. الحق المسيح جالس. الحق استفيد بالمسيح موجود على عرشه في المذبح. حد عنده سؤال تاني؟ نشكر الله كثيرا. مش عايزين تروحوا؟ ايه انت بتهوش ولا بتسال؟ بتهوش. اوكي. خدنا بركه اولاد لالهنا كل مجد وكرامه الان وكل